تداعى الزملاء الموظفون العاملون في نقابة المهندسين للوقوف احتجاجا واستنكارا لاعتقال اثنين من زملائنا الموظفين، المهندس مصعب جابر ومهندس غسان دعر. هذان المهندسان الذين كانوا يشهد لهما بحسن السيرة والأخلاق العالية، وكانوا يعملون بجد ليلا ونهار في مجال مهنتهم خدمة للوطن وخدمة للمهنة بكل تفان وإخلاص. لجنة الموظفين والتي تضم مئات الموظفين في نقابة المهندسين دعت إلى هذه الوقفة وهذا الاعتصام لإظهار تضامنها مع زملائنا المعتقلين وأسرهم، ولمطالبة الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن هؤلاء الزملاء المعتقلين والذين كان سلاحهم الحجة والقلم والقول الحسن.